السلام عليكم عملاء شركة المازن، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا قطعة غيار مهمة جدا، وهي سكينة الكرماية للماكينة النص فرخ في النوع العريض المشرح اللي بيشتغل على الكرماية البيانو، والموديل العادي القصير اللي هو عرضه 11.5، والسكينة العريضة بتبقى عرضها 17.5 سنتي، والاتنين الطول بتاعهم 72.5 سنتي. السكينة اللي عرضها 11.5 سنتي بتعمل 8000 جنيه من شركة بريما الألمانية، اللي بتصنع سكاكين الكرماية لشركة هايدلبرج. ونفس الوضع بالنسبة للسكينة اللي بتشتغل على الكرماية البيانو المشرحة دي بتعمل 9000 جنيه، موجودة في شركة المازن. شكرا لحضراتكم.